وقال في نفس الإنجيل اللي قرانا النهاردة: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. فما هي هذه الحياة الأبدية؟ وده أول سؤال النهاردة، عاوزين نجاوب على 3 أسئلة. أول سؤال بيقول: ما هي الحياة الأبدية؟ يجيب السيد المسيح عن هذا السؤال بنفسه ويقول: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. والمعرفة هنا ليست معناها المعرفة العقلية، ولكن معناها معرفة العشرة والاختبار. يعني لما يجي واحد يقول للتاني: أنت تعرف فلان؟ يقول لك أعرفه، يقول لك عشرته، يقول لك ما عشرتوش، ما تعرفتش عليه، ما عشتش معاه بشكل كافي، يقول لك يبقى أنت لسه ما عرفتوش. المعرفة الحقيقية معرفة العشرة والاختبار، مش مجرد معرفة نظرية أو واحد أرى عن ربنا، لا، ده واحد اختبر عمل الله في حياته فيقدر يتكلم عن الله من خلال الحياة اللي عاشها ومن خلال التجارب اللي مر بيها. فهنا بفعلا بيبقى في علاقة قوية وفي معرفة حقيقية، زي القديس بوليكاربوس كده لما جم يقدموا للاستشهاد جي يقتلوه، قالوا له: يا تنكر المسيح يا تموت. وكان عنده 86 سنة، فقال لهم: ما اقدرش انكر المسيح. فبعض الجنود الرومان كان صعبان عليهم عشان سنه، قالوا له: ما فيش حاجة لما تنكره قدام الوالي، وبعد كده اطلع وعيش زي ما انت عاوز وتوب. معلش، قال لهم: 86 سنة عشت معاه كأب، كابن لأبوه، وهو كان بيعاملني كأب لابنه، وأنكره ما أقدرش. معرفة الاختبار والعشرة هي دي الحياة الأبدية، بتبدأ هنا على الأرض وبنكملها في السماء بشكل أوسع. وهنا نلاقي آية تاني بترد على سؤال ما هي الحياة الأبدية، في يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى في آخر الرسالة في الإصحاح الأخير يقول: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. دي أحد عطايا أو بركات التجسد، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. طول ما احنا في المسيح مؤمنين بيه عايشين معاه، احنا ماشيين صح في الحق. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. إذن الحياة الأبدية هي معرفة الله أو الحياة مع الله، أو لو قلناها بشكل أشمل الحياة فالله. الإنسان يحيا وكيانه ومشاعره كل تفكيره موجود مع ربنا، مفيش لحظة بعيد عن الله، هي دي الحياة الأبدية. عشان كده يقول القديس بولس: فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ يعني إيه؟ لما ننتقل ونسيب العالم وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. يعني إيه؟ وأنا على الأرض ببدأ الشركة مع الله وببدأ الحياة معه، ولكن مش هوصل لعمق هذه الشركة والحياة غير لما أكملها في السماء. ليه؟ لأن طول ما أنا على الأرض في جسد، في ضعفات، في قدرة معينة للإنسان وإمكانيات معينة للإنسان يقدر بيها يعرف ربنا بحسب قدرات الجسد المادي. لكن لما بينطلق ويسيب الجسد بتبدأ بيبقى ليه إمكانيات أكبر، فتبدأ المعرفة تزيد أكتر بشكل واسع جدا. عشان كده قال: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. يبقى أول سؤال بنجاوب عليه هو إيه؟ إيه هي الحياة الأبدية؟ الحياة الأبدية هي إن أنا أعيش مع الله، إن أنا أعرف ربنا، معرفة العشرة والاختبار، وبتبدأ على الأرض وبتزيد في السماء، وهي دي الحياة الأبدية ممتدة، لأنه أنا بحاول أعرف اللانهائي، كأن واحد ماشي في محيط
وكل شوية وهو ماشي يقول لك أنا وصلت، لا ده لسه في حاجة أعمق، لا ده لسه في حاجة أحلى. وكل ما يمشي الإنسان يزداد فرحا، يزداد سلاما، يزداد تهللا، يبقى متهلل ومبسوط أكتر، ويعتقد أنه كده وصل. ولكن بعد شوية لا، يزيد حاجة حلوة قوي، وكل مادة تزداد الحلاوة بتاعتها ويزيد الجمال بتاعها. دي الحياة مع الله. السؤال الثاني، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وده سؤال سأله الراجل الغني، الشاب الغني، لما جه للمسيح وقال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وفي الحقيقة هذا السؤال هو السبب في كل جهاد الإنسان على الأرض، الصلوات والأصنام والتناول والتوبة، ده كله ليه؟ علشان أنا قدامي حياة أبدية بجهز نفسي ليها. فده أهم سؤال بيسأله كل إنسان لنفسه كل يوم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ والإجابة نلاقيها في النقط الجاية دي. أول حاجة الإيمان. سيد المسيح قال كده، الحق الحق أقول لكم، إن هو الآية أول آية اتقالت في إنجيل النهاردة، الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية. طب وبعدين والذي لا يؤمن؟ نبص هنا نلاقي في آية في يوحنا 3 يقول السيد المسيح الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى أول خطوة لأرث الحياة الأبدية هي إيه؟ الإيمان. عشان كده يقول السيد المسيح لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. يبقى أول نقطة هي إيه؟ الإيمان. وتاني نقطة المعمودية. السيد المسيح قال كده لنيقوديموس، الحق الحق أقول لك، الحق الحق يعني الكلام اللي جاي ده حقيقة لا تقبل النقاش ولا الجدال، حقيقة واضحة. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، اللي هي الحياة الأبدية. نيقوديموس ما فهمش، قال له يعني الإنسان وهو شيخ يبقى صغير ويتولد تاني؟ فكمل السيد المسيح ووضح له الآية وقال له الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى دي حقيقة ما فيهاش جدل، ما فيهاش شك. يبقى أول نقطة هي الإيه؟ الإيمان. تاني نقطة المعمودية، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. وهنا الآية شاملة الإيمان والمعمودية مع بعض. يبقى أول نقطة الإيمان، تاني نقطة المعمودية، تالت نقطة في الإجابة على سؤال ماذا أرث الحياة الأبدية، تالت نقطة كلمة الله. يقول السيد المسيح في يوحنا، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. وصيته يعني إيه؟ كلامه. فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. ويقول السيد المسيح أيضا الحق الحق أقول لكم. شوفوا كلمة الحق الحق دي اتقالت كم مرة النهاردة؟ في الإيمان اتقالت، في المعمودية اتقالت، في الكلمة الله بتتقال. الحق الحق أقول لكم، يعني اللي جاي ده حقيقة لا تقبل الجدال والنقاش، واضحة، خدها ونفذها بدون كلام مجادلة. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. وده إشارة للحياة إيه؟ الأبدية. لن يرى الموت إلى الأبد يعني هيحيا إلى الأبد في الحياة الأبدية. يبقى الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. وحفظ الكلام هنا مش معناه واحد بيحفظ الكلام أو الوصية، لا، ده واحد بينفذها.
وها أيضا الشياطين عارفين وحافظين يمكن أكتر من الإنسان لأنهم كانوا ملائكة ومؤمنين. قديس يعقوب يقول والشياطين أيضا والشيطان أب يؤمنون ويقشعرون. لكن الفرق ما بيننا وما بينهم، إحنا بننفذ لكن هو بيعمل العكس. هو عارف الوصية وبيستخدمها عشان يضل الناس، لكن أنا بعرف الوصية عشان أنفذها وعيشها. يبقى أول حاجة أو أول حاجة أو نقطة الإيمان، والنقطة الثانية المعمودية، والنقطة الثالثة كلمة الله الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. والنقطة الرابعة التناول. يقول السيد المسيح كده، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، اللي النهاردة قلناها في الإنجيل. شيء واضح، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي. حق دي الترجمة الحرفية ليها، يعني الترجمة الأصلية حقيقي، بس لأنه الترجمة اللي معانا مش الترجمة بتاعتنا، دي ترجمة جاية يعني من إخواتنا البروستانت، فيعني اختار كلمة أخف شوية من حقيقي الحق، بس هي الترجمة اليونانية الأصلية، لأن جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي. لأنه لألا يظن البعض إن هو بيتكلم عن رمز أو شيء رمزي يعني مش حقيقي، شيء مجازي، لا واضحة عشان ما حدش يجادل. يبقى احنا قلنا الإجابة على السؤال الثاني، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قلنا كم نقطة؟ أربعة. أول نقطة الإيمان، ثاني نقطة المعمودية، ثالث نقطة كلمة الله، رابع نقطة التناول. يبقى دي كلها نقط أنا بعيشها علشان أرث الحياة الأبدية. طيب في نقط تانية طبعا ناخد بالنا إنه الإيمان والمعمودية كلمة الله التناول كل دي أيضا داخلة جوه حياة التوبة للإنسان بيعيشها، يعني دي مش منفصلة عن التوبة للإنسان بيقدمها لربنا، دي كلها نقط بتمشي في مع الإنسان علشان يبقى دايما قريب من ربنا ويبعد عن الخطية. السؤال الثالث، هل نعيش الحياة الأبدية على الأرض؟ يبقى احنا النهاردة بنتكلم عن ثلاث أسئلة. أول سؤال اسمه ما هي الحياة إيه؟ الأبدية. والسيد المسيح قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. والسؤال الثاني بتقول ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، وده السؤال اللي سأله الشاب الغني. فقلنا في إيمان، معمودية، كلمة الله، وقلنا تناول. في سؤال ثالث، هل نعيش الحياة الأبدية على الأرض؟ هل ممكن إن الإنسان يعيش الحياة الأبدية على الأرض؟ هو في الحقيقة بيبدأ حياته على الأرض بإنه بيعيش هذه الحياة. ما الحياة الأبدية هي معرفة إيه؟ الله، العشرة، الاختبار، وده اللي احنا بنعمله في كل لحظة بنصلي فيها أو بنقدم فيها توبة من قلبنا. يبقى نعم، وده اللي بنسميه مذاقة الملكوت أو عربون الملكوت. يعني أنا بتبدأ علاقتي بربنا على الأرض وبتبدأ معرفتي بيه على الأرض، يبقى بتبدأ الحياة الأبدية وأنا موجود إيه؟ على الأرض. وده ما يسمى بيه مذاقة الملكوت أو عربون الملكوت. وممكن الإنسان يشعر بلمحات من الحياة الأبدية إمتى؟ لما بيصلي صلاة حارة عميقة، فمش بيفكر في حاجة خالص غير في ربنا اللي بيقدم له الصلاة. في اللحظات دي الإنسان بينفصل بمشاعره وتفكيره عن العالم المحيط، يبقى كل تركيزه ومشاعره مع مين؟ مع ربنا. يبقى هو دلوقتي عايش
جزء من الحياة إيه؟ الأبدية. بس طبعا طول ما هو في الجسد، الجسد متعب بيتعبه ومحتاج يرتاح، محتاج ياكل، محتاج يشرب، فما بيقدرش يعيش ده لفترات طويلة، لكن بيعيشه في لحظات معينة. في لحظات مثلا الإنسان يشوف فيها رؤية أو حلم جميل، في ربنا بيظهر ليه، أو رؤية جميلة، دي برضه لمحة من لمحات الحياة الأبدية الإنسان بيعيشها وهو على الأرض. في لحظات الإنسان يقرأ في الكتاب المقدس ويركز في الكلام ويتأثر به قوي، ويبقى كل تركيزه وتفكيره في الآية وإزاي ينفذها ويعمل بيها، وقد إيه الكلام ده عميق، ويبدأ يتأمل فيها بشكل عميق. دي برضو لحظة لحظات الإنسان بينفصل بيها بتفكيره ومشاعره عن إيه؟ الدنيا، فبتبقى لمحة من لمحات الحياة الإيه؟ الأبدية. إذن في لحظات وأوقات بس بتبقى مش طويلة بيعيش الإنسان فيها الحياة الأبدية، والحياة الأبدية بتبدأ وأنا على الإيه؟ الأرض، وتكمل بعد كده وأنا إيه؟ في السماء. ويقول البابا شنودة مقولة هامة، يقول الذي لم يذق عربون الحياة الأبدية على الأرض لن يذوقه في السماء. يعني إيه؟ يعني اللي معش اللحظات اللي فيها صلاة أو تأمل أو إحساس بالفرح بأنه بعد ما تناول، يعني تقدم للتناول بتوبة حقيقية واتناول وهو بيشكر ربنا، يحس بعديها بحالة سلام وفرح، ده برضو مذاقة الملكوت، جزء كده من الملكوت، لمحة من الحياة الأبدية. الذي لا يعيش لحظات أو لمحات من الحياة الأبدية على الأرض لن يعيشها في السماء. النهاردة جاوبنا على كم سؤال؟ ثلاثة. أول سؤال بيقول ما هي الحياة الأبدية؟ ويجيب السيد المسيح ويقول وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. والسؤال الثاني بيقول على لسان الشاب الغني ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وخدنا أربع نقط، وفي نقط منهم فيها إيه؟ حقائق. الحق الحق أقول لكم، أول حاجة الإيمان، تاني حاجة المعمودية، ثالث حاجة كلمة الله، رابع حاجة التناول من جسد ودمه. ثالث سؤال كان بيقول هل يعيش الإنسان الحياة الأبدية على الأرض؟ نعم بيعيش بدايتها على الأرض، ولكن بتبقى لمحات بنسميها مذاقة الملكوت أو عربون الملكوت. عندما يصلي بمشاعر وفكر عميق وينفصل عن المحيط اللي حواليه بيعيش الحياة الأبدية. لما بيركز قوي في كلمة ربنا ويحفظها ويتأمل فيها لدرجة أنه ما يبقاش حاسس قوي باللي حواليه، ده بيعيش جزء من الحياة الأبدية. في بعض الأحيان بيبقى فيه رؤى وأحلام بيشوف فيها السماء، زي ما حصل مع القديس بولس الرسول لما اختطف بالروح وراح الفردوس، ده بيعيش جزء من الحياة الأبدية. لما بيتناول وهو تايب فعلا ومقدم شكر لله ويحس بالنعمة والفرح ملي قلبه، ده بيعيش جزء من الحياة الأبدية. الله يعطينا أن نستعد لهذه الحياة وإن احنا ندقها وعلى الأرض عشان نعرف قد إيه حلوة وجميلة، فنقدر نكمل وإحنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع، ولهنا المجد دائما أبديا أمين. هللويا.